بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم أينما تواجدتم نحييكم من هنا من عروس الشمال إربد لننقل لكم ديربي الشمال الذي يجمع الحسين إربد في مواجهة الصريح. هذا هو أحمد يعقوب لنادي الحسين. هي كرة خطيرة الآن، خطيرة للحسين، تلعب الله، كرة تلعب الآن، سعادة يلعب كرة الله، وسرعة ودخول وجمال وكرة الله، إبراهيم سعادة باتجاه موالي، يفجرها موالي، يفجرها موالي، الله 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 يا موالي يا غدار يا موالي يا فنان. يسجل، كرة تلعب، هي راسية ما زالت، الله كرة تلعب، الله دفاعات صريحية وما هذه اللي ترى. ينتهي المشهد الأول من هذا اللقاء ما بين الحسين والصريح، بتقدم الحسين بهدف موالي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا أينما كنتم أينما تواجدتم في أرجاء هذا الوطن الحبيب، للجوابرة إلى الأمام، هي للجوابرة، راح الجوابرة، خطيرة، باتجاه موالي، عرضية خطيرة راسية، ولكن الراية مرفوعة، الراية مرفوعة. شوف هذه الكرة وعرضية موالي وراسية أبو أرقوب وراسية الجوابرة، يرسل عرضية باتجاه فارس غطاشة، هي كرة للحسين، هي للحسين، هي للحسين، يا سعادة، يرسل كرة لإبراهيم، لسعادة، الله، الجوابرة سريع، الجوابرة سريع، هي كرة للحسين عند مصعب بر، يا سلام، الله، عالمي يا مصعب، عالمي عالمي يا ولد عالمي، مرور من نار وهدف من شرار من مصعب الغدار، الله 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 يا عمر عبد الرزاق. ومع هذه الكرة يعلن حكم اللقاء عن نهاية هذا اللقاء بفوز الحسين بهدفين مقابل لا شيء.